حياة بومديان واحمد كوليبالي صور من عهد بعيد وسعيد للثناء الداعشي حياة مع احمد قبل البغدادي وحياة الداعشية قبل ان تصبح عدوة فرنسا الاولى واحمد قبل كابوس التكفير. وان لا ان, أن. وان لا ان يتاتى القران كالعشرات من الجهاديين القادمين من فرنسا ولكن المبايع بكل اللغات وقبل غزوه متجرا يهوديا قاتلا اربع رهائن باسم خليفته البغدادي الذي بايعه على السمع والطاعه من معبر كهذا دخلت حياة بومدين منذ أيام الأراضي السورية تركيا أكدت تحت ضغوط فرنسية وأوروبية بعد مذبحة شارلي إبدو دخول زوجة كاليبالي أراضيها باتجاه سوريا من دون أن تعترضها بات واضحا أن تركيا أصبحت بابا دوارا يعني يؤدي إلى تسريب الإرهابيين الإرهابيين في الاتجاهين الاتجاه الشرق أوسطي الساحة السورية والعراقية وأيضا الاتجاه الأوروبي أي واحدة من هذه الأوعية الإرهابية يتم ملأها بال او بالسلاح بالمال او بالسلاح فهي عمليا سيكون يعني تدعيما لافرع هذه الجماعات الارهابيه في اي مكان. حياه بومديان في عهده امير داعش ابو بكر الحكيم، قائد شبكه تجنيد الفرنسيين للقتال في العراق وسوريا، اللذين ارتكبا مجزره شارلي ابدو، يعلن مسؤوليته عن قتل النائبين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اراضيتم ان نساء تقاتل بدلكم، نساء تقاتل في التوغيد نساء عرفت معنى التوحيد ومعنى الدين. حياة بومدين كرست تعاون داعش والقاعدة في عملياتها الأوروبية انطلاقا من سوريا كشف طواطؤ تركيا بالجرم المشهود في حراسة طرق إمداد وعبور مقاتليها ليس ذهابا إلى سوريا كما كان مقبولا أوروبيا وإنما إياب نحو أوروبا نفسها حياة بومديان وأبو بكر حكيم والشبكة التي نفذت هجمات شارلي إبدو سلكت تركيا ذهابا وإيابا عبر معبر تل الأبيض الذي تسيطر عليه داعش بحسب معلومات استخبارية قبل أن تصل إلى باريس وترتكب المجزرة وربما تستعد لارتكاب هجمات أخرى إذ ما تبقى من الشبكة لا يزال يعمل تحت أنظار تركيا في الشمال السوري دي نصيف دمشق الميادين